فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ فإذا أخذت رهنا ممن اقترض مني. لا، ما يجوز الانتفاع بالرهن إلا إذا كان تحتسبه من الدين، إلا إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة، مثل الدابة تحتاج إلى نفقة أنفقت عليها ثم انتفعت بها في مقابل ما أنفقت، لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. نعم. إذا لم يكن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. نعم.